السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. يا هلا فيكم، حياكم الله اخواني اخواتي. صار لنا مدة ما تلاقينا بهاللايف، يمكن لأنه صارت نفس اليوم اللي في اللايف قاعد يصير عندي دورة. مرات صارت دورة مشروع زواج من فترة، أو دورة تطمن اللي طافت. المهم دورة تطمن اللي طافت دخلنا مع بعض في الأسئلة. اليوم عندنا لايف جديد وحلو وممتع وخفيف إن شاء الله، ويا رب نقدر نخلصه مرة واحدة. احتمال يصير جزء ثاني، على العموم يبين إن شاء الله معنا. لايفنا عبارة عن شرح لورقات، أما ثلاثة أوراق صفحات اللي دزيت لكم ياهم حق ابن القيم رحمة الله عليه. كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، كتاب ضخم شوية أو مجلد واحد لكنه جميل جدا، وجماله في عدم وضوح مواضيعه، ما له موضوع محدد. هو يتكلم عن طريق الهجرتين، الهجرة إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. شلون تهاجر بقلبك إلى الله، يكون قلبك متوكل عليه، محب لله، فقير إليه، مشاعر القلب، أعمال القلوب، ومهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. حول هذا يدور الموضوع الكتاب، لكنه في مواضيع مختلفة. وباب السعادتين يعني الباب اللي دخلك على سعادة الدنيا والآخرة. لكشنها الثلاث صفحات من ابن القيم في موضوع جميل. قال فصل، طبعا الحين المفروض الاوراق عندكم، ما ادري انتم تطابعينها برنت او موجود عندكم جهاز ثاني. المهم ان اللي راح يصير الحين مثل طريقه دوراتنا في العاده، راح اقرا الكلام ونعلق عليه تعقيب بسيط ونشرحه شرح بحيث انه يكون ان شاء الله مفهوم، خاصه ان موضوعه وايد وايد مهم. قال فصل، والصبر على البلاء ينشا من اسباب عديده. يعني لو صابك بلاء شنو اللي ممكن يصبرك عليه؟ وحنا نعرف يا اخواني اخواتي ان أسباب الحزن والهم، خدام دورة تطمن كثيرة، اللي قاعد يتكلم عنه ابن القيم الحين هو يعني موضوع واحد وهو البلاء، خاصة البلاء اللي يكون من رب العالمين مباشرة لك. يعني قد ما يكون في تدخل إنسان، ممكن يكون واحد ظالمك، لكن البلاء البلايا المباشرة، فقد عزيز، مرض، خسارة مثلا، أي شيء من هالأشياء اللي ممكن تأثر على الإنسان يعني التعب نفسيا وتخليه يعيش بحالة نفسية مزعجة. شلون يقدر يصبر على هذا الابتلاء؟ شو اللي صبره فعلا عليه ويخليه قادر انه يتحمل ويتجاوز هذه المرحلة اللي هو فيها؟ نقرأ الأسباب اللي ذكرها ابن القيم وان شاء الله نعلق عليها التعليق البسيط. قال احدها، اول واحد فيهم، شهود جزائها وثوابها. راح تشوفون ان ابن القيم في كل الأسباب العشرة يذكر شهود أو أن يعلم أن كذا كذا، شهود أن يعلم، شهود أن يعلم، يعني شنو؟ شهود طبعا اللي هو استحضار وتذكر والتفكر في كذا كذا، هذا معنى كلمة شهود، شهود أنك أنت تستحضر بقلبك وتفكر بهالموضوع. والموضوع الثاني أن يعلم، معناته الكلام اللي بيتكلم فيه من قيم العشر أسباب كلها، ترى كلها أمور ذهنية، ما في شيء يطلب منك أنك تسويه، ما في شيء ذكر من قيم عملي، ما في شيء عملي، كلها أمور تفكير، كلها أمور ذهنية عقلية قلبية بس. يعني ممكن الإنسان تتغير نفسيته ويقدر يصبر بمجرد تغيير طريقة تفكيره واختلاف زاوية النظر إلى الحدث، هذا ممكن يصير. ولذلك مقيم ذكر عشر أشياء كلها ترى بالذهن، ما في شيء مطلوب منك تقوم تسوي، هذا موضوع ثاني. أول واحد يقول لك شهود جزاءها وثوابها، أن تشهد في قلبك وتستحضر وتتذكر وتتفكر في جزاء وثواب هذه المصيبة، إن هذا يخفف على الإنسان. مثلا اللي يفقد ولد، يموت له ولد، فلما يحمد الله سبحانه وتعالى الله يقول ابنه لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد في الجنة. لما الواحد يتذكر هذا يصبر شوي، إن رب العالمين أخذ ولدي، أخذ بنتي صح، بس إذا حمدت الله وصبرت الله يبني لي بيت اسمه بيت الحمد في الجنة. هذا أنا ما حصل له، شنو أسوي؟ يمكن أشتغل وايد ما حصل، الله أعطاني هذا السبب صح، يؤلم القلب فقد الابن، لكن في المقابل بيت الحمد. فلما تتذكر ثواب وجزاء المصيبة أيا كانت، وكل مصيبة أنت لما تعرف جزائها راح يعينك على أنك أنت تصبر عليها ابتغاء ورجاء لتحصل هذا الثواب. الثاني قال شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها، أنك تتذكر وتتفكر في أن هذه المصيبة اللي نازلة فيك الحين واللي أنت قاعد تعاني منها من أسباب تكفير سيئاتنا وذنوبنا ومعاصينا اللي يمكن ما استغفرنا الله منها، أو إحنا ناسينها أصلاً ما ندري عنها، ورب العالمين يبي يطهرنا.
يعني مثلا قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. يعني الله يبتلي عبد المؤمن، يطيح مرض، تحوش انفلونزا، كورونا، اللي هو، ويصبر ويحمد الله على هذا، ما يقوم من فراشه إلا وهو مثل ما ولدته أمه من الخطايا، ماكو شيء. شوفوا شلون البلوى طهرت الإنسان ونظفت اللي فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم أو لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وولده وماله، كل ساعة مكان مصيبة، كل ساعة مرة بصحته، مرة بأهله، مرة بعياله، مرة بدوامه، مرة بعلاقاته، مشكلة يطلع مشكلة. هو صابر، لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، كلها تكفرت بهذه الذنوب وبهذه البلايا والمصائب التي هو صبر عليها. الثالث من الأشياء التي تعين على الصبر على المصائب، قال: شهود القدر السابق الجاري بها وأنها مقدرة في أم الكتاب، أم الكتاب اللوح المحفوظ، قبل أن يخلق هذا الشخص نفسه، فلا بد منها، فجزعه لا يزيده إلا بلاء. يعني من الأشياء اللي تريحك تذكرنا ترى هذا أنت وأنت ببطن أمك مكتوب عليك إن في اليوم الفلاني في السنة الفلانية راح يصيب فلانة وراح يصيب فلانة، هذا البلاء من رب العالمين، وهذا مكتوب حتى قبل الله يخلق الله السماوات والأرض، في اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب. ولذلك لما الإنسان يحزن من الأشياء المشروع على أن يقول دعاء الهم والحزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك مع ناصيتي بيدك، اسمع شو تقول: ماض في حكمك. يعني يا رب اللي تحكم عليه وتقدر عليه راح يمضي، ما أقدر أوقفه. عدل في قضاءك، يعني أنت ما تظلمني بهذا، هذا اللي قاعد يصير لي مو ظلم منك. فلما تعرف ان هذا قضاء وقدر رب العالمين، رفعت الاقلام وجفت الصحف، خلاص انتهى الموضوع. فتصبر، والا اذا ما صبرت، يعني كما قال علي رضي الله عنه: ان صبرت جرى عليك القدر وانت ماجور، وان جزعت ما صبرت وتذمرت وتحطمت جرى عليك القدر وانت ماجور. في كلا الحالتين القدر راح يجري، صبرت ولا ما صبرت، صرخت ولا سكت، قلت الحمد لله ولا تشكيت، المصيبة تمشي، ما راح يتغير شيء. الفرق انك راح تؤجر او راح تؤثم، بس هذا الفرق. فلما تتذكر ان بقضاء الله وقدره مكتوبة منذ الازل يريحك شوي نوعا ما، ويعني يخف اللي في قلبك. 4، قال الرابع: شهود حق الله عليه في تلك البلوى، انك تتذكر وتتفكر الله يطلب منك شيء له حق في هذه الحالة، وواجبه فيها حق الله في هذه البلوى الصبر بلا خلاف بين الأمة، أو الصبر والرضا على أحد القولين، فهو مأمور بأداء حق الله وعبوديته عليه في تلك البلوى، فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه. شنو يعني الكلام؟ لما تصيب الإنسان مصيبة في له 4 مراتب فيها، ما بين هو كل الناس واحدة من هالمراتب الأربع ما يكونون فيها. المرتبة الأولى هي مرتبة الجزع والتسخط والتذمر، وهي حرام، ما يجوز الإنسان أنه يعترض على قضاء الله وقدره ولا يرضى به، هذا ما يجوز، هذا مو لنا. باقي 3 درجات اللي لنا. الدرجة الأولى اللي هي اللي لابد منها، اللي فوق اللي تحت، الصبر. ولذلك قال ابن القيم: وواجبه فيها الصبر بلا خلاف بين الأمة، يعني العلماء، علماء الأمة ما بينهم خلاف أن أقل شيء يجب عليك تجاه المصيبة أنك تصبر، هذا أقل شيء، لأنك إذا ما صبرت جزعت، وهذا حرام مو من حقك، فواجب أنك تصبر. الدرجة الثانية اللي هي أحسن من الصبر، أنك تصبر وترضى. شو الفرق تصبر وترضى؟ تصبر في مرارة داخل، الرضا هذه المرارة تروح وتخف ويصير ممكن مكانها برد وحلاوة، هذا الفرق. ولذلك قال: أو الصبر والرضا على أحد القولين، يعني الرضا، الصبر حكمه واجب. طيب الرضا شنو حكمه؟ هل واجب أني أرضى؟ هل واجب أني أنا أحس بشراحة صدر باللي قاعد يصير لي؟ ولا أنا يسعني ويكفيني أني أصبر حتى لو حسيت بالمرارة؟ الصبر واجب، الرضا قال أحد القولين، بعض العلماء يقول أنه واجب بعد. لابد أنك أنت حتى لما الله يصيبك ما يكون في شيء داخلك تحس لا، لازم يعني ترضى تسلم، ما تعرف اللي ما في شيء داخلك، لازم تصل للمرحلة. وبعض العلماء قال لا، هذا مو واجب، هذا يعني يستحب، لا شك، لأنه مو كل إنسان يستطيع أن يرضى أو أنه تذهب منه مرارة الصبر. المهم في هذا أن الصبر أقل شيء إحنا مطلوب منه، ولكن الله لما يبتلينا
أول ما تشوف بهالحالة الله شنو نبي مني أني أصبر، وأحسن منها أني أرضى. تروح المرارة تعقبها حلاوة. طيب في فوق الرضا الدرجة أحلى منها، هي شكر الله سبحانه وتعالى على المصيبة. مو بس راضي، قاعد أحمد ربي على المصيبة. طبعا هذه درجة راقية إذا الإنسان وصل لها، فأكيد رب العالمين يبدأ له برد والسلام في قلبه. خمسة، الأمر الخامس اللي يعني على الصبر على الابتلاء، قال شهود ترتبها عليه بذنبه. هذا سبب وجيه. قال كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا عام في كل مصيبة دقيقة وجليلة، يعني كل مصيبة صغيرة كبيرة فيكون سببها في الغالب ذنب. قال فشغله أو قال فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. بمعنى شنو؟ يقول بدال ما أنت تفكر بهالمصيبة وليش صار فيني كذي وضيق خلقك وحالتك حالة، لا شو تسوي؟ يقول تذكر أو تفكر في أنك أنت حصل لك هذا بسبب ذنب سويته. مو شرط الذنب إخواني يكون شيء، مرات الذنب يعني لما نقول واحد ذنب يفكر هو بينه وبين شنو سويته. يا ربي ما بقت، ما شربت خمر، ما زنيت الحمد لله، ما مديت يدي على حد، ويظن ان هذه الذنوب بس. لا، يمكن مجلس غيبه قاعده كذي انت واحد ولا انت واحده قعدتي ولا بالدوام تكلمت عن واحده، هذا ذنب. ها الحين هذه عقوبته. احيانا الذنب لا جوارح ولا بلسان، احيانا ذنب قلب. انت شلون تنظر حق الخادمه اللي في بيتك؟ شلون تشوفي لها؟ وانت شلون تشوف الصبي اللي معك بالبيت سايق ولا الفراش ولا البورتر هذا بالدوام؟ تشوف نفسك انت ارقى واحسن منه؟ هذا ذنب. انت شايف نفسك في ذنوب قلبيه احنا ما نحس فيها، هذه الذنوب تعاقب عليها. مو شرط الذنب يكون شيء واضح كذي انت قدامك سويته معصيه ولا لا 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 لا، ذنوب القلوب اعظم. هذه الذنوب اللي داخلنا نعاقب عليها، وقد تكون هذه البلايا من عقوبات هذه الذنوب. قد يكون الذنب انت شيء ما تتذكره اصلا، شيء ناسي والله قاعد يبتليك فيه ويعاقبك عليه. فالقصد زين، شنو فائدة اني انا اتذكر هذا؟ يقول بدال ابن القيم يقول بدال ما انت تشغل بالك في الذنب وليش صار فيني، لما تتذكر ان انت اكيد في يعني عفوا بدال ما تشغل نفسك في البلاء وليش صار فيني، اشغل نفسك بان قد هذا يكون صار فيني بذنب. فشو تسوي؟ تستغفر. فتنشغل بالاستغفار عن التفكير بالمصيبه، والاستغفار هذا ممكن نتيجته انه يغفر الذنب فترتفع العقوبه تروح البليه. واضح المعادله ان شاء الله؟ ها. قال علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. البلاء ينزل بذنب من الذنوب، تبي ترفعه توبة تستغفر ربك سبحانه وتعالى فيرتفع هذا البلاء. ممكن ينزل البلاء وانت ما تعرف شنو الذنب لكنك استغفرت والله غفر لك الذنب وانت لحين ما تعرف شنو هو وارتفع. أو قد يكون ذنب انت مصر عليه، لازلت انت قاعد تمارسه ومو راضي تهده، فانت عارف لما تتركه الله يرفع عنك البلاء. ستة، أن يعلم اللي عشان تخفف عنك البلاء، أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها. يعني هذه البلية اللي صايرت لك وهذه المشكلة، هذا اختيار الله، اختيار الله لك. شفت الاستخارة؟ الاستخارة شنو يعني؟ استخير الله. شنو يعني استخير؟ يعني يا ربي أطلب منك الخير، أطلب منك اختيارك أحسن من اختياري. هذا اللي صار لك من اختيار رب العالمين. فلما تعرف هذا يخف عليك شوية. مو معنى هذا أنك أنت تقعد ما تسوي شيء، لا لا، ادفع هذا البلاء وحاول ترفع عنك، ابذل الأسباب. لكن أنا أتكلم عن عمل القلب، إن داخل ما تكون أنت وايد متضايق لأن هذا اختيار الله. قال وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. افترض أنك أنت عبد والله سيدك ومولاك، فلما يختار لك هذه الحالة أنت ترضى بهذه الحالة، خاصة إذا كان ما بيدك شيء فيها، ما في علاج تسويه، ما في سبب تبذله، لازم تتأقلم تتعايش مع الموضوع، فخلاص هذا اختيار الله فأنا أصبر وأتعايش معه. قال فإن لم يوفي قدر المقام حقه فهو رضا فيه. إذا ما قدر يوفي هذا المقام أنه يرضى بما اختار الله سيد بما اختاره سيده له والله، فهذا رضا في قلبه اللي مو راضي يقبل باختيار سيده له. فلينزل إلى مقام الصبر عليها، فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم وتعدى لحق. شفتوا كلامي قبل شوي؟ يقول من القيمة الحين إحنا بالدرجة الثالثة، أنك ترضى بما قسمه لك سيدك. ما قدرت معناته أنت ضعيف، شو تسوي؟ خلاص اصبر مع المرارة، مع المرارة. ما تقدر تنزل عن شيء، لأنك إذا نزلت راح تنزل حق ظلم وتعدي، ما يجوزك أنك أنت تتسخط وتتدمر وتعترض على قضاء الله وقدره. السابع، أن يعلم أن هذه المصيبة هي مكتوب داء، لكن في تصحيح خطأ مطبعي، هي دواء.
أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم سبحانه ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم به. فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلا. مثل الدواء، أنت مريض تشرب الدواء مر وما تبلعه، لكنك تصبر ووجهك يعتفس وحالتك حالة، ليش؟ عشان الله يشفيك. البلاء عبارة عن دواء قاعد تتجرع أنت وعلى مرارته، ليش تتصبر عليه؟ لأن في علاج لقلبك. مثل ما أن الأدوية علاج للأجساد، فالابتلاءات علاج للقلوب. الابتلاءات علاج لأمراض القلوب، يستخرج من القلوب أدواءها أمراضها أسقامها بالابتلاءات بالشدائد بالمحن. فالواحد اصبر، ليش؟ عشان لا شفت الله يعزكم اللي يرجع الدواء، ما استفدت انت، لازم تشربه. الياهل لما تشربه يرجع الدواء ترد تشربه مره ثانيه، تغصبه يشربه ويتحمل مرارته. انت كذلك تحمل البلاء ومرارته، لان فيه دواء نافع لقلبك ولدينك باذن الله سبحانه وتعالى. الاجساد تصلح بالدواء والقلوب تصلح بالبلاء، وكلاهما مر، الدواء والبلاء اثنينهم مرين، لكن فيهم ان شاء الله النفع للجسد والقلب. الثامن، قال الثامن، أن يعلم أن في عقبة هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لم تحصل بدونه. فإذا طالعت نفسه كرات هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي هذا قال القائل، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. بعض الأمراض هي سبب لعافية بعدها. فهذه نقطة مشابهة اللي قبلها، أنك أنت بدال ما تفكر بمرارة هذا البلاء استحضر وتذكر حلاوة العاقبة، انظر إلى المآل بعيد. هذا بالضبط مثل شفت الموظف يكدح ويشتغل مسكين ويكرف وحالته حالة، شو اللي صبره؟ لما تذكر أنه وراء راتب وراء بونص وراء مكافأة فيتحمل هذا الشغل. الطالب شو اللي صبر على الدراسة وثقلها وحالته حالة؟ ليش؟ لما يتذكر إن شاء الله عقبها نجاح وشهادة وتخرج واو واو وانت رايح. كذلك البلاء، البلاء على شدته ومرارته لما تتذكر العاقبة وإن شاء الله في خير لقلبك وخير حتى لحياتك، وفعل رب العالمين ما منه إلا الخير، فلما تشوف بعيد يهون عليك اللي أنت فيه الحين، تصبر عشان مثل ما يقول عشان عين من أجل عين ترخص ألف عين. التاسع، أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه. يقولون الله لا يبتلي ليعذب، وإنما يبتلي ليهذب. الكلام اللي قاله ابن القيم عقبه كلام خطير وقوي، كلام راقي، بقرأ بسرعة وأشرح بشيء بسيط. يقول، فيتبين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونا له، وإن انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد وصفع قفاه وأقصي وتضاعفت عليه المصيبة وهو لا يشعر في الحال بتضاعفها وزيادتها، ولكن سيعلم بعد ذلك بأن المصيبة في حقه صارت مصائب، كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت نعما عديدة، وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في تلك الساعة. والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا وعن هذا، اللي صابر واللي مصابر، مصيبة راح تروح، ولكن تقلع عن هذا بأنواع الكرامات والخيرات وعن الآخر بالحرمان والخذلان، لأن ذلك تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. شنو معنى الكلام؟ رب العالمين يختبرك مرات، يبتليك، يبتلي عبادة عشان الله يشوف منو اللي يصلح له سبحانه. الله يبي يختار ناس، يبي يكرمهم، يبي يفيض عليهم من رحماته. منو؟ أسألكم اختبار، نشوف منو اللي يصبر لله، منو اللي يتحمل عشان الله، منو اللي يحب الله أكثر ويتحمل كل شيء يصير عشان ربه، منو؟ فيبتليكم، يبتلينا سبحانه، فيشوف اللي يصبر لله ويحتسب عند الله لمحبته لله هذا اللي يستاهل. أما الثاني أنت لا، ما خليك روح. فالمصيبة والابتلاء يا أخواني أخواتي الله يمتحن فيها ليصطفي عبادا له يكرمهم، كما هو الجهاد. الجهاد من حكم الجهاد، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الله يختار ناس
شهداء يكونون. فالابتلاءات الله يصطفي ناس يكون خلص خاصة. هذا العباد لهم عاملة خاصة من رب العالمين. ليش معنى هذا الله اختارهم؟ جربكم، عطتكم امتحان، عطتكم امتحانات، ممتحان وابتلاءات، فشفت اللي يصلح واللي ما يصلح. والله أعلم، الله أعلم، لكن ليتبين هذا لنا. فيختار اللي صبروا لله فيكرمهم بأنواع الكرامات، والثاني يروح. وفي النهاية هذا اللي صبر زال عنا البلاء، والثاني اللي تسخط وما رضى وما يصلح لله زال عنا البلاء، لكن الفرق في النتيجة. فإذا تبي تكون من أهل الله وتبي الله يختارك على الناس ويسخر لك الكون، تصبر على ما يبتليك فيه. حط في بالك أن أي ابتلاء الله يعطيك إياه ترى هذا اختبار لك، عشان الله يشوفك تصلح له ولا لا. هل هذا يعني مع ولا مثلا على فارق التشبيه، شفتوا مرات لما يدخلون الطلبة المتقدمين لبعض الوظائف اختبارات رياضة وسباحة ومقاومة وما شنو، ليش؟ يشوفون المناسب لهالوظيفة. اللي ما يقدر وما يتحمل وما كل ياقة ولا وزن ما 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 يدش ما يدش ما يدش هذا لازم يمر بالاختبارات. إذا أوكي نجح تفضل أنت تستحق الوظيفة، ولا المثل على دش في اختبارات نجحت أنت تستاهل هذه المكانة. العاشر آخر شيء ونقرأ أيضا بشكل سريع، قال أن يعلم أن من الأشياء اللي تخفف البلاء، أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء، فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال. شنو يعني هالكلام؟ يعني العبد الحق لله هو اللي يؤدي ما عليه من العبودية في كل حال. مثلا شنو العبودية اللي مطلوبة منك وقت الأذان؟ انك تقوم حق الصلاه. شنو العبوديه منك المطلوبه في حال حاجه الوالدين؟ انك تبرهم تخدمهم. شنو العبوديه المطلوبه منك في حال وجود مسكين او فقير؟ انك تتصدق عليه. شنو العبوديه المطلوب منك في حال حاجتك؟ الدعاء. شنو العبوديه المطلوب منك كل حال انت تعيشه في اليوم والليله؟ مطلوب منك عبوديه، مطلوب منك شيء تسويه لله. فرب العالمين مرات يعطيك الخير عشان يشوفك تعبده، يبيك تعبده بالشكر، يبيك تلهج بالحمد والثناء ومرات يبتليك بس بالبلاء، ليه؟ يبيك تعبده بعبودية الصبر. الحين دور الصبر، خلصت الشكر شفته منك وقبلته منك وكفيت اللي عليك. أبي أشوفك تعبدني بالصبر، أبي أشوفك تعبدني بالخشوع، أبي أشوفك تعبدني بالذل. هذه المقامات العبد هو العبد هو اللي يتنقل بينها. كل مقام وكل حال من الأحوال شو اللي ناسب الآن من العبادات هذه يسويه. فالبلاء ليش؟ لأن في عبودية خاصة، عبودية الصبر والتحمل والرضا بقضاء الله وقدره وشكر الله على هذه. متى تطلع على الأشياء؟ إذا الواحد كله خير وعافية متى يبين صبره؟ لازم في بلاء. قال أما عبد السراء والعافية، شوف يعني يقول في ناس عبد لله بس وقت العافية، الذي يعبد الله على حرف الطريف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، فليس من عبيده الذين اختارهم عبوديتي. هذا اللي بس وقت العافية زين، وقت الشدة يضيع، هذا مو من اللي الله اختارهم. فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة. بمعنى الإيمان اللي يثبت وقت الشدة وقت الرخاء هو الإيمان اللي ينفعك. أما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين. الإيمان اللي عندك وقت الرخاء هذا ترى ما يوصلك، أنت تحتاج أكثر من كذي، وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية الاثنين. فالابتلاء في خطأ مطبعي، فالابتلاء مقدمين التاء على الباء. فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه. الكير شفت الحداد لما ينفخ نافخ الكير هذا اللي يعني ينظف الحديد الحدادة، فإما أن يخرج تبرا أحمر ذهب أحمر كذي عيار 24 ما كم 21، وإما أن يخرج زغلا محضا وصاخ الله يسكن، وإما أن يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبي ويبقى ذهبا خالصا. بمعنى أنت مثل معدن الذهب بس عليه شوائب، ها في نحاس في شوية الذهب شو يطلع، فشو يسوون فيه؟ يعرضونه للنار. الذهب النار تطير كل شيء، يبقى الذهب، الذهب ما تأثر في النار. المؤمن كذلك، المؤمن ذهب بس مرات تصير عليه أشياء، ذنوب معاصي بعض الأشياء مو زينة، فرب العالمين يسلط عليه النار، البلاء البلاء البلاء، فينحت ينحت ينحت ويطير هالزوائد، يطير عشان يطلع ذهب صافي، طيب كذي ما في شوائب ينتهي. فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية لشغله قلبه بشكره ولسانه. يعني لو أنت عرفت أن النعمة اللي الله نعمها عليك
مو بس العافية والصحة، ترى حتى المرض لو انت تدبرت لعرفت ان هذه النعمة مو اقل من ديك. كان شكرت على البلاء مثل ما تشكر على العافية. قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكيف لا يشكر من قيض له من يستخرج خبثه ونحاسه وسيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره. ليش الله قاعد ينظفنا هذا التنظيف؟ ليش؟ ليش يسلط علينا النار الكير هذا اللي ينحتنا ويطلعنا؟ ليش؟ لأن الجنة ما يدخلها إلا الطيب، الجنة ما يدخلها إلا الطيب، طيبتم فادخلوها خالدين. هذا الطيب من وين؟ الطيب ممكن يكون الاستغفار والتوبة ينظف، الطيب ممكن يكون حسنات ما حياته تنظف، الطيب ممكن يكون ابتلاءات فتنظف. تكلمنا في درس طائف في درس طائف عن 10 أشياء تنقي المسلم عشان يدخل الجنة، لأن اللي يروح بعد هالعشر أشياء من ضمنها الثلاثة اللي قلناهم اللي هو استغفار توبة الحسنات والبلاءات، هذا بالدنيا لأن فيه في القبر وفي يوم القيامة. لو واحد قدر لأن هذا كلهم ما نظفوا شو يسوي؟ شو يصير فيه؟ يردش النار، النار تنظف الذنوب اللي فيك، بعدين لما تصير زين طيب تدخل الجنة. ففي النهاية لابد أن يحترق الإنسان إما بنار البلاء في الدنيا أو العياذ بالله في نار جهنم يوم القيامة بس عشان يتنظف. فهذا البلاء ينظف الإنسان ويطهره ويكون إنسان طيب يعني عشان يصلح لمجاورته في الجنة والنظر إليه، لأن مو أي واحد يدخل الجنة ويشوف رب العالمين، الإنسان اللي فيه قذارة لا لازم سليم. قال فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء، فإن قويت كل ما قويت الأسباب واستحضرتها أكثر وتذكرتها، فإن قويت أثمرت الرضا والشكر. فنسأل الله أن يسترنا بعافيته وألا يفضحنا بابتلائه بمنه وكرمه. الحمد لله خلصنا 27 دقيقة إن شاء الله ما كل العافية، عسى ربي سبحانه وتعالى يعيننا على نصبر على البلاء. في مفاجأة قلت لكم أنا وعدكم في شيء حلو لكم عرض أنتم اللي حاضرين لايف أخوان أخواتي، الحين بس أطفي لايف شوية وأفضل لكم وأرجع لكم إن شاء الله فقرة سؤال وجواب وأعطيكم العرض بإذن الله سبحانه وتعالى. دقائق وراد لكم.